من القانون ومن الكاريكاتير ومن حالة الطقس ومن انخفاض أسعار المحروقات أيضا، رح ننتقل لموضوع كتير مهم هو ديكور المنزل. نحن أغلبيتنا من بيوتنا بنحب نغير ديكورات المنزل، بنحب نجدد بالعفش بالمنزل، ولكن بعض منا يستطيع والبعض الآخر لا يستطيع. ولكن هناك في بعض التريكس أو بعض التيبس رح تعطينا إياهم اليوم مصممة الديكور شروق توفيق عن كيفية تغيير بشكل يعني يكون حركات بسيطة أو تغيير بسيط ولكن يظهر ما هو كبير. هناك اتجاهات أول مرة بعرف فيها رح تحكي لنا عنها اليوم شروق. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح النور، يسعد صباحك. أنا يعني بعرف ألوان، بنعرف ممكن دهان، ممكن يعني وول بيبر، بس إنه نغير اتجاهات هاي يعني كان موضوع هلا بدي أخذه منك أكثر رخص هذا الموضوع. خلينا نبدأ أولا بتغيير الديكور للمنزل. بتعرفي كل شخص بقول لك أنا بداية السنة حاب أغير ديكور البيت، البعض طبعا. كيف تعطيهم إيجابية لهذا التغيير بأنه والله داخل سنة جديدة بدي أغير، بدي يكون حتى ممكن يقلبوا الصالون، قاعدة صالون يلفوا مثلا يمين يحطوا عند الشباك من هاي القصص. فأهمية الإيجابية بالتغيير الديكور دائما ما تضلك زي ما أنت كل سنوات حياتك. صباح الخير. صباح الخير. هلا التصميم الداخلي كثير مرتبط بعلم النفس، بالسايكولوجي للشخص نفسه. فبما انه احنا على سنه جديده فحلو انه الواحد شوي يغير، يعني أوكي. يدخل بطريقه جديده لهي السنه. فممكن انه ناخذ اشياء بسيطه، على فكره ما بتكلف، ما بتعمل، هي اشياء ما لها يعني مش ماديه. بتغير، ندخل اشياء بسيطه فبتغير من نفسيتنا. أوكي. يعني ممكن مبدئيا ممكن انه نحكي نبلش مثلا بالاشياء الموجوده حواليك، بالاشياء الموجوده بمحيطك اللي هي من مكتبك او بيتك. أوكي. بالمكان اللي انت بتتواجدي فيه اكثر. ممكن انه يعني في عندك مثلا قطع اثاث انت بتحطيتها بحاله ابديه، يعني خلص انت حاطه هذا الكرسي هون مش رح يتزحزح. بالضبط، خاصه احنا بمجتمعنا الاردني خلص عندنا بتحطي انت الكرسي هون بضل مكانه. اللي كتبت ليه جبته؟ ببلغ وقدره. ما بيحاولوا يغيروا. لا، المره هاي خلينا نتجرأ شوي، نغير الاماكن، نغير الاكسسوارات، نغير اماكنها بس. هي مجرد ان انت اذا غيرتي الاماكن، غيرتي مكان الكرسي هذا اللي انت بتقعدي عليه دائما، مكان اللوحات، مكان الاكسسوارات، انت لا ارادي انت بصفي عندك، انت بتتغير صحيح. عندك النفسيه يعني وبنعكس كثير على صحتك يعني. تمام. يعني هذه اشياء بسيطه ممكن انت تقولي انه لا مش ممكن تصير، بس لا، هاي الاشياء اذا غيرتيها كثير بتغير من نفسيتك. هل هناك هذه العلاقه المباشره ممكن بالفعل يشعر بتحسن من بعد ما غير؟ طبعا اكيد، بدون ما تحسي انت بتغيري، انت بتتغير نفسيتك. هلا اذا انت مش قادره تتخلي عن هذا الموضوع انك انت تغيري الاماكن، اماكن الاشياء، ممكن تروحي لمرحله ديب اكثر اللي هي الالوان. يعني غيري الوان البيت، يعني مثلا 2019 فيها الوان كثير حلوه جديده وفريش. يعني في اللون الماسترد او الاصفر، في عندك اللون الرماديات اذا دخلنا لهم الماسترد، ممكن الالوان كمان في عندك الدارك اللي هو اذا بدنا نروح على اشياء الغوامق اللي هي اللون الزيتي طالع كتير جديد هذا، يعني انه ترند هلا بهاي المرحلة. صح. بس انا برايي مثلا انه الغوامق ما نكتر منها في البيت، لانه اوريدي احنا عايشين في بيئة مش كتير فيها طبيعة وكذا. صح. فانه يعني نروح على الفواتح اكثر. يعني هلا بعض الاشخاص بقول لك فعليا مش قادر استغني عن هذه القطعه، يعني انا من الاشخاص صراحه حتى لما بدي اشتري قطعه للمنزل بحب تكون كلاسيك عشان تضل اطول فتره ممكنه. بتلاقي البعض بياخذها بنجدها وبترد ترجع بشكل جديد. طبعا قد ايه كمان هذا اللعب بالاثاث وتغيير الوان الاقمشه، لانه بقول لك انا والله شريتها جد بمبلغ وقدره بتكون عز عليه، فالتغيير بالتنجيد والالوان والكوشنز او المخدات قد ايه كمان هذا بيعطي تغيير لنفسيه بالديكور؟ هذا يعني هذا عالم الرينوفيشن، عالم واسع. يعني اذا الواحد دخل بالضبط لاعاده التدوير، اذا دخلنا بهذا المجال هو لحاله بغير نفسيتك. اذا انت عملتي انه بلشتي بالتنجيد، بتغيير الالوان، بتغيير ترتيب الاماكن، هذا كلياته بينعكس على نفسيتك. بس انت ممكن انت تعملي قصه ثانيه. يعني مثلا شوفي طبيعه المكان اللي انت عايشتي، تهويته، اضاءته، اذا بدنا نحكي الاشياء البسيطه انه بدون ما تكلف ماديات اكثر. يعني يعني مثلا انت متعوده انه تقعدي بغرفه القعده اضاءتها خافته، لا. صح. لا بالعكس، انه هالمره بما انها سنه جديده حاولي انك تقوي الاضاءه. اوكي.
بتغير من نفسيتك. تحشى بيك يا جماعة والله عندنا شمس. التهوية كتير ضرورية، كتير بتغير من النفسية كمان. هاي الأشياء، الأشياء البسيطة. الموضوع الاتجاهات هذا شكله، هذا 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 زي نحكي عنه. هذه الطاقة الإيجابية. أوكي. هلا بين إحنا بسنة جديدة كل حلو. واحد حاطط هدف بحياته بهاي السنة إيش أنا بدي أخلص. أوكي. إيش بدي أنجز. أوكي. هلا الاتجاهات إلها دلالات. أوكي. أيوة. اللي هي اتجاهات اللي نحكي للناس شو هي الاتجاهات البوصلة اللي هي شمال جنوب شرق غرب الشرق. أوكي. اللي من المحل الشمس بتطلع منه الغرب عشان اللي ما بيعرف للاتجاهات اللي بتغرب منه الشمس. هلا كل واحد منهم له دلالات معينة. نعم. هذا هو بشرح كيف كل واحدة الدلالات. أوكي. يعني مثلا عندك الجهة الشمال. أوكي. هي بتعكس المهنة، يعني إذا أنت حابة تقوي هذا البارت من حياتك. أوكي. أوكي. بستغل مثلا الجهة الشمال من البيت من المكتب حسب المكان اللي أنت فيه، بقوي وبركز على هاي المنطقة الجهة الشمال، بحط مثلا بما إنها المهنة بحط فيها المكتب. أوكي. بحط فيها جهاز الكمبيوتر اللي أنا بستخدمه، شوية جرين. بحط مع الديسك هي لحالها بتعطيكي بهاي الجهه. بيعطيكي باشن انت بدك تكملي وتشتغلي بهذا الموضوع. انا كمان بيت الاتجاهات، كيف بدي اعرف انا بيتي شرق غرب شمال جنوب؟ ما انا ليش يعني لا بقول لك يعني مثلا هلا بتقول لك مثلا انت هلا قلنا عرفنا شرق غرب، هلا مثلا باي غرفه بدي احط بقول لك من الشمال؟ لا انت من وسط البيت. من الوسط، من وسط البيت. أوكي. او المكتب اذا بنحكي عن الاريا اللي انت فيها بالمكتب، انت بتمسك البوصله اذا مش عارفه من بيتك الرجوب. الرجوب بسألني طب من وين امسك البوصله؟ قلت له لا من بيتك. من نص، من نص. أوكي. البيت، من نص البيت او أوكي. من نص الاريا اللي انت بتشتغلي فيها اذا. أوكي. انت بس بهذا المكان موجوده. بهذا المربع الموجود. أوكي. انت بتمسك البوصله فيه وبتعرفي انت الاتجاهات وبتشتغلي على اساسه. اذا بدك على شيء اوسع على البيت بوسط البيت. أوكي. اذا بمكتبك بنطاق مكتبك الاتجاهات الحقيقيه والاتجاهات الواسعه. تمام. بالضبط. نكمل. بالضبط. هذا بالنسبه للشمال. هلا عندك الشمال. في عندك كمان الشمال الشرقي. أوكي. أوكي. حلو. أوكي. هذا بيعكس نحكي البارت الثاني. أوكي. اللي هو الأصدقاء والسفر. والله. أوكي. أوكي. يعني إذا أنت حاطة ببالك أنك أنت بدك تسافري هذه السنة لوجهة معينة، ممكن أنك تستغلي هذه الجهة. أوكي. أوكي. الشرقية الشمالية أنك أنت تحط فيها صور أو رموز أو لهاي البلد اللي أنت بدك تسافريها. أوكي. بالضبط. ومتعززي هذه المنطقة بهذه الصور. أوكي. وممكن صور الأصدقاء إذا أنت بدك تعملي بارت الأصدقاء صورك أنت وأصحابك وكذا وهيك، بتعززي هذه المنطقة. تمام. ألوانها الأسود والأبيض أكثر شيء ألوانها لها. يعني في عندك مثلا الجهة الشرقية اللي هي هاي أكثر شيء بنركز عليها اللي هي العائلة. هلا اختاري من البيت هاي لانها العائله بالبيت. اوكي. الجهه الشرقيه، عزز الجهه الشرقيه مثلا من غرفه القعده. اوكي. او من البيت بشكل عام اذا كانت كل غرفه القعده هي الشرقيه. هلا ممكن انك انت تحطي التحف اللي قلتي لي مثلا قبل شوي انه ايش ممكن انت بتشتري قطعه بدك اياها تعيش كلاسيك. صح. هاي القطع ممكن انت تحطيها بالجهه الشرقيه اللي هي. أوكي. موروثه عندك. اوكي. اوكي. هي بتعزز الترابط الاسري. اوكي. من الوان وكمان الصور الطبيعيه، الالوان الطبيعيه هذه كمان هي من الاشياء اللي بتعزز الجهه الشرقيه كالعائليه. أوكي. يعني الوانها الاخضر البني بس كتتش كله بتدخليه مع بعضه، مش بتختاري لون واحد لكل المنطقه لا. أوكي. يعني البني والاخضر اذا مش الاخضر الازرق. اوكي. هذه من الجهة الشرقية. أوكي. هلا بعد الجهة الشرقية بنحط اللي هي شمال اللي هي الشرقية الجنوبية. الشرقية الجنوبية اللي هي هاي الكل بكيف عليها اللي هي الثروة المال. وين هاي؟ تعالي هلا هذا هلا الكل راح يطبق. أوكي. اللي هي الجهة الشرقية الجنوبية. أوكي. 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 هذه الجهة كيف بدك تعززيها من ناحية المال؟ بتختاري الجهة اللي انت من البيت او المكتب. أوكي. وبتحط الاشياء الفخمة عندك. وممكن كمان تعززيها بالكريستال، بالتيبل لامب كريستال، بالتريا كريستال. أوكي. اوكي. بالاشياء الثمينه. وكمان اضافه انك ممكن تحطي كوينز العملات، بس كيف تقدري تحطيها بفريمات؟ ممكن تحطي الكوينز بفريمات وممكن تحطيها ك فريمات على الحيطه. يعني مثلا جداريات يعني كمان مزهريه بحطوا فيها الكوين صار موديل. اي شيء. اي شيء. اي شيء انك بتعززي هذه المنطقه عشان الثروه والمال. حلو
هيك انت بتعطي طاقه ايجابيه لإلك بهذا المكان انك تشتغلي اكثر. طب مثلا لو نفس المكان فيه مثلا الشرقي مثلا ومثلا الشمال قلتي مثلا الشمال الجنوب الشرق مثلا الشرق مثلا غرفه القعده مع مثلا مع شويه مطبخ مثلا هون كيف بده يستغل؟ نخلي كورنر مثلا او زاويه احنا نخلقها. انت بتخلق ما انا عشان انا بحدد لك اياها انه اول شيء بنطاق اصغر المربع اللي انت فيه او على البيت كامل. اوكي يعني انت كيف انت بترتاح او انت كيف بتشوفي الاشياء. أوكي. يعني انت وين اكثر مكان بتقضي فيه وقتك؟ حلو عشان انت تاخذي الطاقه الايجابيه من هذا المكان يعني. طيب. يعني مش انه مكان انت ما بتروحي له لازم تكون مثلا بغرفه القعده مثلا تكون هي مثلا هي فيها الاربع اتجاهات بتشتغلي عليها بالاربع اتجاهات اذا هذا بيريحك يعني. تمام اوكي هلا نحكي الجنوبيه. الجنوبيه اللي بتحكي عن الشهره او المكان الاجتماعيه. اوكي هاي كيف بدنا نعززها؟ ممكن انه ممكن تحطي اذا انت عندك ميداليات كؤوس او مثلا اشياء ملفته انت حابه توصلي لها بطريقه معينه. اذا لو توصل لمكان اجتماعي مثلا ممكن اذا مجلات اذا انت حابه توصلي لشهره معينه بهذا البارت ممكن انت بهذه الجهه انك تعززيها بهذه المنطقه. الوانها مثلا الاصفر والخمري اكثر شيء او الاحمر يعني ما فيش خمري بالجهات بالضبط. اوكي ايش كمان عندنا هلا الجنوبيه الغربيه أوكي. انا لاني ماشي هيك زي ما حسيت يلا عندنا الجنوبيه الغربيه اللي هي بتحكي عن الشراكه والزواج. هلا هون اذا في توتر بين العلاقات الزوجيه وكذا ممكن انت تعززي بهذه الجهه انك تحطي الاضاءه. ليش انا قلت لك قبل شوي بغرفه القعده انه ممكن ان الواحد يغير نفسه بالاضاءه. الاضاءه كثير بتلعب دور. اذا انت دخلتي دائما اماكن كثير اضاءتها خفيفه لا ارادي نفسيتك بتتعب صح. حتى لو صح. انت بتحب الاضاءه الخفيفه صح. فالميكس حلو يعني مره هيك مره هيك يعني. اوكي فهاي الجهه ممكن نعززها بالاضاءه كثير ضروري والكريستال. وممكن انك تستخدمي الصور اللي بتاخذ الكابل مع بعض. اوكي والالوانها الزهر البارد والابيض. اوكي هذه هاي اشياء بنشتغل عليها والشموع كمان. اوكي هذه بتشتغل على الموضوع على الجهه هاي. اوكي عندك كمان الجهه الغربيه. الجهه الغربيه اللي هي جهه الاولاد والابتكار. ليش احنا جامعينهم اولاد وابتكار انهم مع بعض فيها حركه وابتكار. صحيح. الاولاد بس اذا ما في اولاد ممكن انها تكون بس ابتكار لحالها. فانه هذه الجهه ممكن انك تحطي فيها الكاونتر اللي بتشتغلي عليه اذا كنت شيء بتشتغلي بطريقه مبتكره او اذا اولاد اذا ممكن انك تحطي لهم رسوماتهم انجازاتهم تحطيها على هذه الجداريه. اوكي والوانها الذهبي والابيض اذا مش ذهبي ممكن يكون اورنج. اوكي هاي هيك منعزز الجهه الغربيه. هيك بنكون عززنا كثير اشياء. صحيح. يعني كل محاور كامل الحياه. عندك هلا الغربيه الشماليه أوكي. اللي هي المعرفه والدراسه. أوكي. اذا عندك مثلا رساله ماجستير السنه او عندك انجاز معين دراسي او معرفه بدك انت توصلي لها لهذه هذه السنه فهذه احسن جهه انك انت تشتغلي عليها. أوكي. تحطي الديسك تاعك تحطي ممكن تحطي لوحة فيها عنصر مائي يعني مثلا شلال أو نهر اللي بيعطيكي هيك شعور لا متناهي إني أنا بقدر أوصل. أوكي. عرفتي كيف؟ فبتقدري إنك أنت كمان إنك تحطي تستخدم الألوان اللي هي الأبيض الأسود. أوكي. الأخضر. طبعا في كل الجهات إذا حطيتي بلانت لازم يكون في تاتش خضار. أوكي. طبيعي. أوكي. بكل الجهات اللي انا حكيتهم. أوكي. لانه هذا كثير شيء جاذب وشيء كثير يعني انت الطبيعه لازم أخضر. يس. أوكي. بالضبط. طب هلا الناس بدها تيجي مثلا تطبقها بالبيت. هلا احنا حكينا وكثير على فكره يعني انا مع علم الطاقه ومع انه في عنا طاقه ايجابيه وعنا طاقه سلبيه وعنا هاله حوالين جسمنا واحنا بنجذب حتى الافكار والطموحات وبامن بهذا الشيء بشكل كثير كبير. هلا مثلا كل واحد عنده بيته مثلا بتقسم هذا البيت ممكن مثلا بنفس الغرفه فيها اكثر من شمال جنوب شرق غرب ممكن اعزز كل واحده بغرفه معينه يعني مثلا هلا بغرفه مثلا هيها شمال جنوب شرق غرب ممكن انا بحط هون مثلا الثروه للكل هون بعزز مثلا بالشرق غرب هو بحط مثلا المال بده يدرس باخذ هذا المنحنى من هاي الغرفه
قد ايه هذا كمان بيساعد بكره بغرف اولادنا، لانه نحن اولادنا عم بيقضوا اوقات كثير كبيره، بدنا نحط البلاي ستيشن وين نحطها بهاي من هون عشان ما تاثر عليهم دراستهم، الاضاءه الطبيعيه وينها من هذه الاتجاهات ايضا، يعني الاضاءه الطبيعيه بيكون لها تاثير والشمس تاثيرها افضل من الاشعه مثلا الموجوده منعكسه من بالضبط. طبعا كل هذا بعلم الطاقة موجود، اللي هي إنه أصلاً إيش هو علم الطاقة؟ اللي هو إنك أنت تجمعي بين التراب والمي والرياح، بهذه الأشياء كلياتها توظفيها في بيتك في بكل جزء من حياتك، حتى بالغرفة. يعني إذا أنت بدك تمسكي يعني طاقة أصغر اللي هي كل غرفة لحال، بدك تشوفي الشمس من وين تدخل ومن وين تطلع، كيف الإضاءة التهوية فيها، وين طفلي انا وين بدرس وين وين برسم، هذه كلياتها اشياء لازم انا احسب حسابها. بما انه الشباك بتحب الشباك يدرس مثلا على الشباك، شباك يكون مقابل مثلا حسب الدراسه الجهة. حسب الجهه، حسب الجهه ايضا اوكي حسب الجهه. هلا كثير بنراعي لما احنا بنعمل ديزاين بيت جديد انه احنا بندخل بموضوع الجهات أوكي. هلا بس اللي اوريدي صار بيته موجود فاحنا بنقول له انت استغل الجهات اللي موجوده في حياتك اللي موجوده في نطاق بيتك، يعني ومش شرط تكون كلياتها في مكان واحد صح. لا مو شرط يعني ممكن انا ادرس في مكان واقعد في مكان ثاني، صح القعده يعني. تدرس او تقعد بفصل فيها، يعني في الوان جاذبه للطاقه الايجابيه وفي الوان جاذبه للطاقه السلبيه، كل جهه لها الوانها كمان، كل جهه لها الوانها. وبشكل عام ببيوتنا ايش الالوان بتحبي يتم استخدامها لانها بتعزز الطاقه السلبيه؟ انا دائما بقول نروح على شيء فاتح، فواتح دائما الفواتح أوكي. هلا اوكي هي ترند انه نمشي باشياء الغمام وكذا، بس انه مش كثير انها بتجيب الطاقه، خاصه انه اذا كان ما في طبيعه أوكي. انك ما بتطلعي من بيتك على طبيعه معينه اللي انت تغيري النفسيه، فممكن تكون الاشياء الغامقه ممكن تكون تاتش بس مش اكثر يعني أوكي. في بعض بقول لك مثلا بحطوا ملح شوي بزوايا البيت عشان نجيب هاي الطاقه، بقلها دخل بالاتجاهات كمان يا هاي، بس لها عالم ثاني ملوش دخل بالديزاين خلص اوكي. بس انه الواحد يعني ياخذ بكل المواضيع الموجوده المطروحه، لانه كنت تتاخذ جديه مش مزح، انه لا وطاقه لا فقديه هذا قديه في ناس غيروا من نفسيتهم بعد ما غيرتي لهم مثلا ديكورات البيت كثير كثير صار أوكي. يعني في كثير ناس مثلا، في انا زرت ست قبل فتره اوكي عامله بيتها ومرتبته كل شيء، بس حاطه التاتش الاحمر في كل مكان، حاطه الورود اوكي يعني حاطه، هي بتحب الروز فحاطه طيب. الروز في كل مكان طبعا أوكي. هذه انه لسه عم بقول لك انه كل ما حطيتي شيء طبيعي بالبيت بعطيكي طاقه ايجابيه صح. فانت اول ما تدخلي البيت فهي بتحسي شخصيتها انعكست على البيت اوكي، فهي بما انه في روز بالممر بالمدخل بغرفه القعده، طول ما انت ماشي عم بتشوفي روز موجوده صح. في البيت يعني فهذا انت كضيفه انت داخله انت بتكوني مبسوطه وهي نفسها كمستضيفه بتكون مبسوطه، فانت بتحسي السعاده موجوده بهذا البيت من اشياء تتشز اشياء بسيطه يعني. والله يعني هيك كثير انبسطنا بالحديث معك، انا كثير بحب اناقش هاي المواضيع، وهي المواضيع كثير بتاثر على شخصيات وكثير بتاثر على نفسيات اطفال، وخصوصا الاطفال اللي عندهم مثلا توحد ايضا بالضبط. وفي بعض علاقات زوجيه على فكره تغيرت بتغيير مثلا ديكور منزل، بقول لك والله تغيرت علاقتنا وصارت موجوده وقرات عنها يعني قبل فتره، فبالضبط فما حدا يستهين. باقي شيء بدي اشكرك شروق، كيف بيقدروا الناس يتواصلوا معك اذا حابين مثلا تساعديهم بتغيير ديكور، يعطوكي مثلا تعطيهم افكار لبيوتهم وهيك؟ هلا اول شيء اللي اكونت على الفيسبوك شروق توفيق، هذا على الانستغرام أوكي. وعلى الفيسبوك احنا شركه ريتس بتشتغل انت فور انتير ديزاين اللي بعمل التصميم الداخلي، وفي رقمي طبعا موجود أكيد. على الصفحه في اي وقت، انه طبعا احنا جاهزين لاي استفسار واي شيء. بدي اشكرك كثير انبسطت بالحديث معك، شكرا لحضرتك.